المنقوشة. من فترة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حركت مشاعر كتير ناس وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صورة رجال أعمى حامل على ظهره رجال مشلول، وانكتب عن هالصورة إنه هدول الشخصيتين هن محمد المسلم وسمير المسيحي يلي كانوا يكملوا بعض وعينوا بعض لحتى كل واحد منهم يكمل النقص يلي عند التاني. بقى شو قصة محمد وسمير؟ خليكن معنا لتعرفوها. هالشخصيتين هدول كانوا عايشين بدمشق بالقرن التاسع عشر، والصورة يلي أغلبنا شافها مأخودة إلهم بسنة 1889، وهنن مثل ما قلت لكم محمد المسلم وسمير المسيحي. محمد كان أعمى وسمير كان مشلول، فقرروا هدول اتنين إنه كل واحد منهم يسد العجز يلي عند التاني ليقدروا يعيشوا حياتهم، بأنه محمد بيحمل سمير على ظهره وبينتقل فيه بشوارع المدينة. سمير ومحمد اتنيناتهم كانوا أيتام الأب والأم، وكانوا عايشين ببيت واحد وبيشتغلوا بنفس المكان تقريبا. ايه طبعا كانوا يشتغلوا. سمير كان حكواتي بواحد من المقاهي الدمشقية، ومحمد كان يوقف يبيع بليلة على باب المقهى نفسه ويسمع حكايات رفيقه، وكانوا يروحوا على الشغل سوا ويرجعوا سوا، ومحمد حامل سمير على ظهره وسمير بيقدر يشوف الطريق وعم يدله لمحمد عليه. وما كان الانتماء الديني بالنسبة إلهم عائق عن إنهم يكونوا أصدقاء مقربين كتير. ووقت توفى سمير حزن عليه محمد حزن كبير، وحبس حاله بالبيت والدمعة ما كانت تنشف من عينه، ومن كتر زعله عليه لقوه بعد أسبوع متوفي ببيته من شدة حزنه على نصه التاني. ايه تماما مثل ما عم بتفكروا، هيك كانوا السوريين يكملوا بعض وما كانت الإعاقة توقفهم عن شي. هيك كانوا وهيك رح يضلوا. المنقوشة.